السلام عليكم. من المؤكد أن الاحتفاظ بأسد في المنزل كحيوان أليف يعد أمرا مخيفا جدا وخطيرا وغير قانوني في أغلب الدول، وهذا شيء محزن بالنسبة إلى الكثيرين الذين يحبون تربية حيوانات غريبة وشاذة. ولكننا اليوم جئنا إليهم بخبر سعيد سيدخل السرور في قلوبهم، وهو أن هناك قطط ضخام الحجم جدا يدخلون في قائمة الحيوانات الأليفة أيضا، لذا فإنك ستتمكن من اللعب معهم ورعايتهم بأمان بدلا من الخوف من أن يلتهموك كطعام لهم. ولهذا سنشاهد معا في هذا الفيديو ثلاثة من أضخم القطط في العالم، تابعوا معنا. أولا سافانا. ظهرت فصيلة القطط هذه منذ 80 عاما تقريبا، وذلك بعدما تم الجمع والتزاوج بين فصائل القطط الأليفة وفصيلة القطط البرية الأفريقية. يصل وزن هذه القطط المهجنة إلى أكثر من 15 كيلوغرام، وتم تسجيلها في موسوعة جينيس على أنها أطول قطة في العالم، حيث يبلغ طول هذه القطة 40 سنتيمترا أو أكثر. وتختلف هذه القطط عن بقية القطط الأليفة إذ أنها تجمع بين صفات القطط الأليفة والقطط البرية، أي أن التعامل معها يجب أن يكون بحذر شديد لأنها قد تغدر بك أو تصبح عنيفة فجأة، وهي تتواجد الآن في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. ثانيا ماين كون. حازت فصيلة القطط ماين كون على لقب أكبر قطط بالعالم لفترة طويلة، حيث يبلغ وزن القطط البالغة منها إلى 10 كيلوغرامات. تتميز هذه الفصيلة بجمالها ومظهرها الرائع، وتختلف فصيلة ماين كون عن بقية فصائل القطط الأليفة في هيئتها الجسدية التي تشبه النمر قليلا. ومن أكثر القطط المشهورة حول العالم في هذه الفصيلة قط يدعى ستيوي، الذي تم تسجيله في موسوعة جينيس كأطول قط في العالم، حيث وصل طول جسده إلى 123 سنتيمترا إذا قمت بتمديد جسد القطة وبدأت القياس من رأسها إلى آخر ذيلها. ثالثا هاجين النمر والأسد. ها نحن أمام أكبر وأضخم وأطول فصيلة قطط على الإطلاق. في حديقة الحيوان في ميامي يمكنك أن تجد أكبر قطة في العالم، وهو القط الذي يدعى هيركوليز، وهو في الحقيقة حيوان يجمع بين صفات الأسد والنمر. وقد تم تسجيل هيركوليز في موسوعة جينيس كأكبر وأضخم قط على وجه الأرض. يبلغ وزن هذا القط حوالي 900 كيلوغرام، بينما يبلغ طوله أثناء وقوفه على أرجله الأربعة 6 أقدام تقريبا، وإذا وقف على رجلين فقط يصل طوله إلى 11 قدما. يحتاج هذا القط إلى تناول 20 باوندا من اللحم يوميا. وقد نتج هيركوليز بسبب تزاوج فصيلتين مختلفتين بالصدفة عندما تركت حديقة حيوان ميامي ذكر الأسد مع أنثى النمر في قفص واحد، وتزاوجوا من دون قصد للمهتمين بشأنهم، وأنتجوا هذا القط الرائع والذي ليس له مثيل بالعالم. شكرا لكم.